جديد مهرس جديد اليوم راني باش نحكي وما يسكتني حد وما يقول لي حتى حد راك غلط تي الواحد ما عادش فيه هكا هو لازمني نطرشق ونتكلم توا نعرس وناخذ ونساء ونزهز الدار بكل لوازمها اللي تستحق لهم واللي لا وبعد تمشي تسلفهم لجيرانها اهو طنجره سلفتها للجاره اهو غربال اهو كاس ملح يا خويا انا اليوم نحب الفطور مالح يشيط والكاس اللي عطيت فيه الملح نحب نشرب فيه كاسة تي هو الوحيد اللي عمر لي راسي ولا اختها زاده ماشيه جاي على بيت النوم وتحل قلصة تهز الرب والسراول وتخرج قال شنو اتسلفتهم معناها انا يعلم ربي بحالتي كيفاش شريتهم بقياساتهم الكل وبالوانهم الكل وانتي تمشي تسلفهم لاخواتك يا خويا حاجه متاعنا تقعد في دارنا لا نسلفوها للناس ولا نتسلفوا منهم حتى شيء تي من العرس لتوا شاري 17 كسكاس والكل مشاو للجيران اكثر شيء من الفريجيدار في الصيف وصلت سلفته لدارهم خاطر يحبوا يخليوا فيه اللحم متاع باك ولد اختها واللي قالت لهم اسكتوا عاد هي كي جات جارتها تتسلف في قصعة لغسيل الفرش كملت قلعت لها قصعة البارابول واعطاتها لها اسلفوا برا قال شنو رجلها عنده برنامج متبعه وانا رسالت لي اسهرت على الراديو ليلة كاملة مهرس جديد مهرس جديد